قرية البيضة في ريف محافظة طرطوس طوال الأيام الماضية عناوين القنوات الصفراء الشريكة في سفك الدم السوري. ولجلاء الحقيقة توجهت كاميرا الدنيا إلى البيضة ورصدت الحقيقة على الأرض لدحض افتراءات القنوات المضللة. نحن الآن في ساحة البيضة، كما تشاهدون سيارات فوج إطفاء طرطوس والدفاع المدني. الجهات الخدمية في محافظة طرطوس أرسلت كل الآليات وصولا لإعادة المكان كما كان. هنا بالمقابل الجامع القديم، يعرف بجامع البيضة القديم، وفي الطرف الآخر هناك الجامع القديم. هنا كان المسلحون يتمركزون، وهنا من هنا أطلقوا النار على وحدات الجيش، ومن هنا أقدموا على نسف الدوريات بالقنابل. وفي هذه الساحة بالضبط تمت معارك كثيفة جدا بين أوكار المسلحين وحماة الديار. عناصر من حماة الديار والدفاع الوطني في يلاحقون فلول أوكار المسلحين ويفتشون المنازل وصولا لإعادة الأمن والأمان إلى هذه القرية الآمنة الزراعية التي كانت على عهدها تعيش حالي من التعايش. بعض المواطنين التقيناهم عبروا عن سخطهم من أوكار المسلحين ومما آلت إلي هذه القرية. جماعة خرابين بدهم يخربوا البلد، هذا اللي طلع معهم هالكلاب. عايشين رخص وامان وكل شيء، شي صورت هيك ما بعرف يعني. سيارات فوج اطفاء طرطوس استعدادا لبدء مهمه التنظيف والشطف وإثارة أثار المسلحين الذين عاثوا فسادا في هذه الساحة. اشتباكات عنيفة جدا شهدتها هذه الساحة بين وحدات الجيش والدفاع المدني والمسلحين. مهمتنا تنظيف بقايا المسلحين من دمار وأوساخ. شكرا. شو مهمتنا اليوم؟ مهمة إزالة وتنظيف ما خلفته المجموعات الإرهابية. من ساحة البيضاء لقناة الدنيا طرطوس ريف بانياس، هيثم يوسف.